دعا ناشطون إلى إضراب عام في مدينة السويداء ضمن الحراك المستمر ضد النظام منذ قرابة 3 أشهر. محتجون أغلقوا فرع حزب البعث في السويداء بالإطارات المشتعلة إلى جانب إغلاق جزئي لعدد من الطرق وسط المدينة. كما توجه عدد من المحتجين وأغلقوا كل من شركة الكهرباء ومديرية الخدمات الفنية وعدة دوائر حكومية أخرى. وذلك ضمن إضراب عام دعا له ناشطون ضمن الحراك المستمر ضد النظام. أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني تعديل مدة تسلم جواز السفر في سوريا بعد أيام من إجراء مشابه لتقليص مدة الاستلام. وقال المركز إن مواعيد تسليم جوازات السفر العادي للستة أشهر الأولى من عام 2024 تمت إعادة جدولتها ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ 6 من كانون الأول 2023 عوضا عن 30 من حزيران 2024. وبموجب التعديل بالمواعيد فإن الجوازات التي حصل أصحابها في وقت سابق على موعد تسلم خلال النصف الأول من العام المقبل سيحصلون على جوازاتهم قبل نهاية العام الجاري. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الإشارات واللوحات الطرقية المركبة على شوارع وأوتسترادات تصل بين مناطق سيطرة النظام، ما يتسبب في ارتفاع نسبة حوادث السير وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأفاد موقع أثر بريس المحلي بتعرض كثير من الإشارات الطرقية للتخريب والسرقة مؤخرا بحسب ما نقل عن مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية جريس البشارة الذي أكد على أهمية وجود تلك الإشارات في المنعطفات والتقاطعات للتقليل من وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى وفيات وإصابات وخسائر مادية أكبر بكثير من الفائدة المادية التي يحصل عليها المعتدي أو السارق. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر الأطفال في شمال غربي سوريا لا يملكون وصولا للمدارس الابتدائية. وأضاف المكتب أن ما سماها الأعمال العدائية أثرت بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لمليونين ومئتي ألف طفل في سن المدرسة، 1 مليون على الأقل منهم خارج المدارس. وذكر أن 57% من الأطفال لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، كما أن 80% من الفتيان لا يملكون وصولا للمدارس الثانوية. توعدت الإدارة الذاتية الصحفيين العاملين بوسائل إعلام غير مرخصة في مناطق سيطرتها بالمحاسبة في حال إعداد تقارير صحفية من المنطقة. وقالت الإدارة في تعميم أصدرته اليوم إن أي صحفي يعد مادة إعلامية بطريقة غير المنصوص عليها في قانون الإعلام يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لما نشرته عين البلدي. التعميم الذي حمل رقم 12 أشار إلى أن الصحفيين أو الإعلاميين العاملين شمال شرقي سوريا ولم يبلغوا الإدارة بالمواد الصحفية المنتجة مسبقا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وسيتم التعامل معهم وفق اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى ملفات الليلة التي سنبدأها بتقرير هيومن رايتس ووتش بشأن ذخائر النظام العنقودية.